قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشير، بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. أيها الجالس على الشاربيم، إزهار قدام إفرايم وبنيامين ومنسى لخلاصنا. يا الله ارددنا، ولينر وجهك علينا، فنخلص هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما تم زمان إليصابت لتلد ولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب قد عظم رحمته لها، ففرحوا معها. وحدث في اليوم الثامن أنهم جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. فأجابت أمه وقالت: لا، بل يدعى يوحنا. فقالوا لها: ليس أحد في عشيرتك يدعى بهذا الاسم. ثم أشاروا إلى أبيه: بماذا تريد أن تسميه؟ فطلب لوحان وكتب قائلا: اسمه يوحنا. فتعجب جميعهم وبغتة انفتح فمه ولسانه، وكان يتكلم مباركا الله. ووقع خوف على جميع جيرانهم، وتحدث بهذه الأمور جميعها في جبال اليهودية، وحفظها جميع السامعين في قلوبهم قائلين: ترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس، وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل، الذي تفقد وصنع خلاصا لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص
من بيت داود فتاه، كما تكلم على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف به لإبراهيم أبينا أن يعطينا بلا خوف الخلاص من أيدي أعدائنا لنعبده بطهارة وبر قدامه جميع أيامنا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم سائرا أمام وجه الرب لتعد طرقاه، لتعطي علم الخلاص لشعبه بمغفرة خطاياهم من أجل تحنن رحمة إلهنا التي بها تفقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي تستقيم أرجلنا في طريق السلام. وأما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان مقيما في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. والمجد لله دائما.